مورو ساليفو في اليمين لشريف رضا، دخل شريف داخل منطقة الجزاء وخطيرة من شريف، مش ممكن. مابولولو مابولولو جول بعد هدية من البلعوطي، لا يرفض الهدايا مابولولو، يسجل على طول البلانكاس نيجراس أغوستينو كريستوفو باسينسا هداف الدوري النسخة قبل الماضية برصيد 16 هدف، 31 سنة، قادم من بريميرو داجوستو في ثالث مواسمه، يسجل مابولولو سابع أهدافه هذا الموسم. أول موسم كان 13 هدف، الموسم الثاني 16 هدف، والموسم الحالي هو يعني يسجل سابع أهدافه، كان هداف النسخة الماضية. ما شاء الله ماكينة أهداف الأنجولي منذ أن وطأت أقدامه الاتحاد السكندري لا تعطب أبدا ماكينة الأهداف. وادي التدخل من البلعوطي، وادي الهدية اتعملت على طول، لكن الانطلاقة من القادم من الميركاتو الشتوي شريف رضا داخل منطقة الجزاء، وخاف هنا محمد حامد من ارتكاب الهفوة، والبلعوطي يخطئ أمام مابولولو. مش عايز أقصو على البلعوطي، وقائد وخبرة بدون شك، لكن استغربت من لغة الأرقام بعد ما عبد الرحمن سمير كانت رجليه في الملعب وأرقامه مميزة، رجع النهاردة البلعوطي ويعني خطأ فادح من البلعوطي حطها على طول لمابولولو، ومابولولو يعني لا يتردد في إيداع الكرة في شباك الفريق البترولي.